نروح لأرقام مهمة عايزين نقولها مع حضراتكم، وهي الأرقام اللي عانت عنها وزارة التضامن واللي بتأكد. طيب الوزارة بتشتغل ازاي يا جماعة عشان تحمي الشباب من خطر الإدمان؟ بكل أسف احنا ما نقدرش ننكر ان في شباب ومراهقين بيقعوا في شباك المخدرات. غدا والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان وائل تعاطي قالت إن عدد الحالات اللي استفادت من الخدمات اللي بيقدمها الخط الساخن اللي هو رقمه بنعيده على حضراتكم تاني، عشان لو أي حد بيسمعنا أو يعرف أي حد بيسمعه محتاج لمساعدة، من فضلك ما تترددش وتكلم 160 23 160 23. هذا الخط في خلال سنة اللي هي بنتكلم على 2018 اللي فاضل لها ايام وتنتهي بسلامه الله، 116500 مريض اترددوا على المراكز العلاجيه المختلفه اللي بتشارك الوزاره في هذا الخط، والوزاره يعني بتتشارك مع 22 مركز في 13 محافظه. ودي يعني احنا بنتكلم في اعداد المراكز، بنتكلم على 12% زياده عن السنه اللي فاتت، وده بيأكد انه في ناس كتير عندها الرغبه في العلاج. يعني الحملات اللي طلعت مثلا حملة انت اقوى من المخدرات اللي طلعت شهر ابريل اللي فات، واللي كان بيشارك في هذه الحملة طبعا اللاعب المصري العالمي كابتن محمد صلاح. عدد من الاتصالات اللي الخط الساخن كان بياخدها على مدار العام اتنوعت بقى ما بين ناس عايزة متابعة، ناس بتطلب مشورة. نسبة الذكور من هذه الاتصالات بلغت، يعني لازم يحصل تصنيف، وده من الامور الجيده ان احنا نلاقي هذا الرقم برضو، انه بيبتدي عمل تقييم. طيب عدد الذكور مقابل الاناث او الناس المقبله على الادمان قد ايه؟ فلاقوا انه من هذه الاتصالات او الناس كمان اللي بتقبل على العلاج اكتر، يمكن ناخد الرقم في الاثنين، 97% مقابل 3% من الاناث. 97% دول من الرجال استخدموا الخط الساخن لطلب خدمات علشان يتم طلب المشورة أو تقديم العلاج ليهم في مراكز علاج الإدمان. دي من الأرقام المهمة جدا. تاني بنكرر الرقم 160 23، ما تترددش وما تتكسفش، الأمور كلها في طي السرية، محدش يعرف حاجة عن حد. اللي يا جماعة شايف إنه اتورط أو يعرف حد اتورط، جرب إنك تساعده، جرب انك تدفعه للعلاج، لانك لو سبته خلاص هو يوصل في الاخر لطريق مسدود معروف نهايته. يعني مفيش فيه ليه اي نهايه تانية غير انه شخص يقرر ان هو يتراجع من بدري ويبتدي يدور لنفسه على علاج وعلى حلول. يعني ربنا طبعا يا رب يشفي الناس كلها.